في الدوحة منافسات بطولة سمو الأمير للرماية والقوس والسهم، أقيمت تحت رعاية الاتحاد القطري للرماية برئاسة محمد بن علي الغانم على ميادين لوسيل الدولية، واستمرت لأكثر من 3 أسابيع. وفي اليوم الختامي استطاع الرامي محمد أحمد الرماحي من أن ينتزع آخر ميدالية ذهبية بعد أن حصل على المركز الأول في منافسات الرجال. أما على صعيد منافسات التراب للشباب، جاء نايف أحمد الرماحي في المركز الأول لينال الميدالية الذهبية، وأكد محمد خميس السليطي أمين السر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم أن البطولة نجحت من كافة الوجوه بدرجة عالية للغاية، فنيا تنظيميا وإداريا، وتستحق أن تكون أفضل بطولة الموسم محليا بلا منازع، سواء على مستوى الرماة أو الراميات، في كل أنواع المسابقات والمنافسات بلا استثناء. مع انتهاء الموسم الرياضي للرماية القطرية بأغلى بطولات الموسم، بطولة سمو الأمير المفدى للرماية والقوس والسهم، حيث كشفت هذه البطولة وجود عدد كبير من الرماة الصاعدين الذين أظهروا مستويات جيدة وتمكنوا من فرض وجودهم ومزاحمة الكبار في منصات التتويج، من أجل إثبات الوجود في إطار الفرص التي يحصلون عليها من الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم برئاسة محمد بن علي الغانم. هذه البطولة اختتمت بعد جولات تنافسية على مدار الأسابيع الماضية، وكانت بالمسابقة الأخيرة تراب رجال وشباب، والتي تأجلت بسبب مشاركة رماة المنتخب في بطولة دولية خارجية. وحرصت اللجنة المنظمة برئاسة محمد خميس السليطي أمين السر العام للاتحاد القطري على أن تتيح مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في المشاركة في هذه البطولة، خاصة وأنها أغلى بطولة الموسم وكل الرماة يحرصون على المشاركة فيها. الحمد لله على 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 يعني استكمال البطوله، بطوله الامير بعد توقف يمكن حوالي اسبوع. طبعا من حسن حظنا ان مشاركه الرماه كلهم على يعني جميع مستوياتهم. الحمد لله احنا يعني مرتاحين من برزوق الرماه للشباب والشابات. طبعا في شباب اللي حصلوا ارقام جديده، وهذه بالنسبه لنا يعني ممتازه هذه، وتاهلهم حتى يعني في الحمد لله ان قارعوا حتى مستويات الرجال، فهذا شيء طيب بالنسبه لنا احنا يعني. وفي مسابقه تراب رجال استطاع محمد احمد رميحي الفوز بالمركز الاول بعد منافسه قويه بين الرماه، استطاع تسجيل 141 طبقا، وحل في المركز الثاني الرامي الالماني كوستين بانبوليس، في حين جاء الرامي حمد علي العذبه بالمركز الثالث. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك فيك. طبعا انا كان يهمني الرقم، لان هي تقريبا ثالث سنه على التوالي اخذ بطوله الامير، فكان يهمني بهالبطوله ان الرقم، فكثفت التمرين الحمد لله توفقت وجبت 141 مع الفاينل. أما في منافسات الشباب لمسابقة تراب، فكان التفوق لنايف الرميحي مسجلا 129 طبقا، وحل محمد عبد الله الكواري بالمركز الثاني وحمد عيسى الكواري بالمركز الثالث. أكيد تنافس شرس أنا وشقيقي يعني محمد الكواري، والحمد لله يعني نلت المركز الأول بجدارة. وبأن بطولة سمو أمير البلاد المفدى حققت الأهداف المرسومة تماما، وهي مسك الختام لبطولات الموسم المحلية التي تعتبر خير إعداد واستعداد للرماة والراميات الذين يستعدون للمشاركة في البطولات الدولية، ومنها البطولة التي تنظمها قطر نهاية الأسبوع الحالي، وهي الجراند بري التي تقام للمرة الأولى، وكذلك البطولة العربية في الأردن وغيرهما من البطولات القادمة. طبعا يمكن مو بسلبيه، لكن احنا يعني خارجه عن ارادتنا لمشاركه المنتخب في بطوله العالم في سيدني، هذه هي اللي شوي صارت توقيف وجدول جاي هالشكل يعني، لكن الحمد لله نتدارك احنا يعني عندنا المرونه ونتدارك السلبيه وطول الفتره هذه. هذا ويسعى الاتحاد من خلال هذه البطولات تطوير مستوى الرماه والحكام والاداريين، وهو ما تحقق طوال منافسات الموسم الرياضي. لبرنامج عالم الرياضة، تقرير إبراهيم حدادين.
أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا، لإلقاء المزيد من الأضواء حول هذه البطولة الكبيرة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد محمد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرماية والقوس والسهم. أهلا بك سيدي، مبروك تنظيم هذه البطولة. كما ذكرنا قبل قليل، نجحت هذه البطولة من كافة الوجوه الفنية والتنظيمية والإدارية. ما رأيك وهل أنت راضي تماما على الأرقام وعلى المنافسات التي أقيمت في هذه البطولة؟ الحمد لله رب العالمين. نفس السؤال توجه لي في بطولة سمو ولي العهد، وكانت الناس مش مرتاحة من الأرقام اللي كانت في ذاك الوقت، وكنا احنا في خطتنا أن يكون استعدادنا تصاعدي، والحمد لله رب العالمين اثبتت في اثبتوا اللاعبين واللاعبات في بطوله سمو الامير ان خطتنا ماشيه على الطريق الصحيح، بحيث ان احنا نستعد للبطوله العربيه وان تكون الارقام في تصاعديه، وليس ان احنا نستهلكهم قبل الوقت. الحمد لله رب العالمين. الشيء المفرح الاكثر اللي هو مثل ما تفضل شفت الرامي محمد الرميحي، هو طبعا اللاعب الرئيسي في الان، هو خريج الشباب يعني، واصبح الان اللاعب الرئيسي، ومثل ما قال هاي ثالث سنه متتاليه انا احصل البطولة سمو الامير ودائما احقق ارقام جديده فيها، فهذا يدل ان احنا الجيل الجديد دائما يحاول يلحق الجيل اللي قبله ويحاول يتطور من بعده. الحمد لله رب العالمين. شفنا احنا في سكيت في التراب. لكن لو تكلمنا انه ما الذي ميز هذه البطوله؟ هذا هو طبعا فتره الاعداد، لان احنا توقفنا بعد بطوله اخوانزو توقف اجباري، ان احنا نعطي راحه للعيبه، فجاءت بطوله سمو ولي العهد في بدايه الموسم بالنسبه لنا. عن كان اعدادنا يختلف السنه عن كل سنه اخرى، فهذا تصاعدي اشاره ان الارقام ماشيه في الطريق الصحيح، واتوقع انا ان شاء الله ان في بطوله في كاس العالم في سلوفانيا، وبطوله العالم ان شاء الله في بلغراد، ان نحصل ارقام جديده على مستوى الكبار والشباب وعلى مستوى السيدات، حتى الناشئات السنه حيشاركوا اول مره فريق شابات سكيت، هيشارك اول مره بعد رمضان ان شاء الله في بطوله العالم في بلغراد. حسب الارصده والارقام التي تناولناها من خلال ما تابعنا من فعاليات ومنافسات اقيمت في هذه البطوله، شاهدنا ارقام قياسيه جديده طرحت في هذه البطوله. الحمد لله رب العالمين. في ارقام جديده، خاصه في رقم يؤهلنا على مستوى العالم، وهو يقارن الان رقم عالمي اللي هو 149 حققه اللاعب راشد. واللاعب راشد مر بفتره صعبه شوي، خلناه يدرس في الجامعه وكان مطلوب منه انه يركز في الجامعه، فهو حقق بطوله اسيا في الهند قبل سنتين، والان رجع بقوه وان شاء الله يكون جاهز لبطوله العالم في بلغراد، ويكون ان شاء الله البطوله العربيه ان شاء الله. عدد كبير من المنافسين والمنافسات طبعا شاركوا في هذه البطوله، هل هناك طموح او رؤيه مستقبليه للاتحاد حتى لربما يستغل هذه الارقام الكبيره والقياسيه التي طرحت في بطولتنا الغاليه على قلوبنا جميعا بان تستثمر لربما في بطولات دوليه كبيره؟ هو الاهم علشان تتنافسين في البطولات الدوليه ان تكون قوه المنافسه في البطولات المحليه على نفس المستوى. هذه رؤية الاتحاد. هذه رؤيتنا احنا، ان يكون المستوى المحلي في مستوى البطولات الدوليه، لانك ما تقدرين يعني ما تعملين انت ارقام جيده في المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي تحاولين تعملين ارقام جيده، صعبه. لكن يجب ان يكون الرامي والراميه يتعلمون المنافسه القويه في البطولات المحليه، ومن ثم تقدرين تنتقلين الى المرحله العالميه. عندنا احنا لعيبه على مستوى عالمي، الارقام تشهد بذلك على المستوى المحلي. نعم. عندنا لاعب مثل بهيه مثل محبوبه يقدرون الان يلعبون في اي بطوله عالميه، يعني نحن على اتم الاستعداد للمشاركه في نعم طبعا الدولية. طبعا ايضا عندنا في السكيت عندنا البنات صاروا يرمون فوق ال 60 بكل راحه، 65 64، ايضا في التراب صاروا يرمون على المستويات العاليه هذه. احنا نتكلم عن المستوى الوسط، احنا كنا بادين كان المبتدئين، والان صرنا ما نجي في اخر اللسته، نجي في وسط اللسته. فهذا ايضا دلائل ان احنا نطور باتجاه الصحيح. كذلك عندنا الناشئين، اعداد الناشئين صارت اعداد الناشئين الان
نتكلم عن 20 و30 من المنتخبين وليس من البداية يعني. فعندنا لاعبين ناشئين مثل عندنا محمد أحمد الكواري حقق رقم يؤهله في 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 كسب بطولة عالمية وهو ناشئ. الحمد لله رب العالمين عندنا يعني بعض المواهب اللي نتمنى لها إن شاء الله أنها تستمر معنا، لأن الموهبة تحتاج إلى استمرارية. أكيد. كيف أنتم كنظرة في الاتحاد كيف تقيمون الرامي الجيد من الرامي الذي نقول أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب؟ هناك مقياسين اللي هو الرقم والوقت. في رامي يعني أنت عشان تنافسي في المستوى العالمي لك رقم معين، يجب أنك تستخدم الرقم المعين. ولا نفرض في السكيت، في السكيت لازم ترمين ما بين 122 إلى 124 عشان يكون لك حظ في في الأدوار النهائية. في بداية التدريب شوفين القفزات اللي يعملها الرامي، طبعا يكون عليه إشراف فني صحيح، إمكانيات متوفرة صحيحة، يكون ما في خلل في الأمور هذه. شوف قفزاته، إذا صارت قفزاته قفزات بطل تعرفين ان هذه موهبه، اللي هي يعني بعد 6 شهور يشوفونه يوصل مستوى غير، بعد 6 شهور يوصل مستوى اخر. هذا يبين لك انه في موهبه. لكن في بعض الاحيان الموهبه هذه ما تستمر لان تكون الموهبه اكبر من العقليه. يعني ما يستوعبها الاضواء والشهره وانا بطل وميداليه واعلام وكذا. يعني المستوى الثقافي لربما ضروري في هو مش المثل، كل انسان له قدره عقليه ما 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 يعني ثقافي. الله رب العالمين يخلقها فيه قدره تنافسيه. هذه حدثت ما حصلت مع الموهبه مع الامكانيات الفنيه مع اهتمام الاتحاد حيكون مشروع بطل. احنا عندنا عده اهداف من اهداف الاتحاد من اهداف الاتحاد يعني احنا نقول احنا عده مشاريع مشاريع المشروع الأول. كل مشروع اول مثلا عندنا مشروع في في تراب، عندنا احنا في تراب متاخرين بالنسبه على المستوى الدولي. هدفنا مشروع اكبر ان نزيد القاعده بحيث ان احنا نطلع رماة اقوى. أيوة. من المستوى المحلي، لان حتى الان عندنا فقط محمد الرميحي اللي هو يرمي في خانه غير الرماة الاخرين. يعني هو يرمي 118 والاخرين يرموا 114 وما دون. ايضا عندنا حمد بدا يرمي المستويات هذه، حمد صالح اسمه حمد علي يرمي المستويات العاليه. عندنا راشد في الدبل تراب يرمي على المستوى العالمي. في قبل اسبوعين او اقل من اسبوعين ماخذ رابع على العالم في 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 كاس العالم في سيدني. راشد حمد العذبه في الدبل تراب. عندنا ايضا حمد علي المري في الدبل تراب من الرماه العالميين اللي هم ان شاء الله لهم. هذه المشاريع الكبيره، ناصر العطيه، مسعود، راشد صالح، محمد الكواري، هاي مشاريع تشوف للمستقبل 5 سنوات 10 سنوات اللي امنيتنا ان شاء الله نحققهم ميداليه ذهبيه اولمبيه. الدوره العربيه على الابواب والعيون والأنظار دائما تترقب وفد الاتحاد القطري عندما يشارك، طبعا القوس والرماية والسهم عندما يشارك في هذه المنافسات القوية وزخم كبير من المنافسات، كيف تستعدون لها من الآن؟ هو تحقيقنا للإنجازات في الدورة اللي فاتت في مصر الشقيقة، الاتحاد حصل على 1/3 الميداليات اللي حصلت عليها اللجنة الأولمبية. هذا يعطينا مسؤولية أكبر أن احنا نحقق ميداليات أكثر وكنسبة وتناسب، مع أن الدورة حتكون في قطر نتوقع أن تكون أسهل بالنسبة للعيبة لأن احنا نلعب على ملاعبنا ونكون احنا متدربين عليها أجوانا وما شابه ذلك. فأتوقع أن الاتحادات الأخرى حيكون لها نصيب أكثر من الاتحاد القطري للرماية، لكن احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نكون جزء من كل. احنا نتوفق او احنا ما نتوافق شيء ثاني، لكن احنا حننافس في كل المجالات، وانا متاكد ان الرماه والراميات حيقاتلوا على الميداليات. ليس للمشاركه وليس للمنافسه، انما للميداليات. يعني يجب ان نكون دقيقين في كلامنا، رماتنا رايحين ينافسون على الميداليات في كل المجالات. لو 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 نبي نصارح بعض اكثر وحطينا وفتحنا كتاب الصراحه بان نتكلم انه نقاط الضعف اللي ممكن نحن ندركها من الحين على اساس احنا نوصل احنا نشارك ولربما لا نترك المجال لاتحادات اخرى حتى تنافسنا وتاخذ الميداليات. هو المشكله الكبرى في تفرق بعض اللعيبه وخاصه اكثر المواهب عندنا يدرسون.
فعمل ليس هناك تفرغ يعني. يعني هذا صعوبة المدارس اختبارات وما شابه ذلك، وبعض المدارس تكون بعض الأحيان صراحة يأثرون حتى على المستوى النفسي للطالب أو الطالبة. يعني فأنا ناشدهم الآن من هذا المحفل أن الشباب هذولا يمثلون قطر ويرفعون راية قطر، يعني مش يمثلونهم لفقط، يعني مثل بهية الحمد. بهية الحمد ما تدربت من بعد إخوان زور نجي، ليش؟ لأنها ثانوية عامة وتجتهد. فسافرت مصر بتدريب 3 أيام أو 4 أيام، سافرت الإمارات حققت رقم قطري جديد 395 أهلها تكسب أي بطولة عالمية. فالبطلة اللي مثل هذه يجب أن حتى المدرسة حتى أهلها حتى الدولة كل المؤسسات تهتم فيها، لأن هاي ثروة قومية. بهي الحمد. طب ما فيش تخاطب، ما في تعاون، هو الخاطب هم يتعاونوا معنا، لكن عملية الجهد اللي طبعا احنا نتكلم ان في نظم وفي قوانين ايضا حتى المدارس، وفي نظم وقوانين يعني يجب ان الانسان ما يقدر يتعداها، لكن نرجو منهم ان شاء الله انهم يتعاونون فقط ينظرون. يعني بهي مش طلعوا الشباب بطولة كأس العالم في كوريا، وكان لها يعني كانت مستعدة نفسيا وعقليا، لكن ما قدرت عشان المدرسة عندها امتحان ولا ما يقدرون يأجلون لها. فها من هالأمور هذه عندنا أيضا محبوبة، عندنا راشد صالح ما يعني جاء انذار من الجامعة أن حيفصلوه، فقلت له لا أنت وقف من الرماية، ووقف حوالي سنة وتأثر مستوى بشكل كبير. فالمستوى الدراسة العمل الوظائف الآن الرياضات هي رياضات احترافية وليست رياضات هواية. يجب أن احنا نفهم هذا الشيء ونقدره، أن الإنسان يجب أن يتمرن 5 أيام في الأسبوع بمعدل من 4 إلى 6 ساعات. سيد محمد علي الغانم، معروف عنك أنك الأب الروحي للشابات الفتيات القطريات في هذا الاتحاد، فما سر هذه العلاقة وما سر اهتمامك طبعا ب